اهلا وسهلا بيكم الناس الكل وين ما كنتوا، مرحبا بيكم. وصار معنا بالاستوديو نجم بولفارد المواهب فادي فتال، اهلا وسهلا بيك. يا اهلا فيك، سافا؟ كل شيء تمام؟ كله منيح. كله منيح؟ يس. كيف هيك الحماس؟ كيف النفسيه؟ بتتوتر على الراديو واللقاءات ولا عادي؟ ليك كنت اتوتر اول شيء بس هلا صرت تعودت. متعود. اهلا وسهلا بيك على البانوراما. خلينا نذكر المستمعين اللي ما بيعرف فادي فتال، مثل ما قلت لهم انا موهبه من مواهب الفذه بتاع بولفارد المواهب. احكي لنا اول حاجه كيف فتت على بولفارد المواهب. عرفت انه انت جربت قبل شاركت من غير ما نسمي اسامي للبرامج ولا بس بولفارد المواهب كانت انطلاقتك وعرفت بالجمهور عليك. احكي لي على هالتجربه الحلوه هذه. لا بس حتى فينا نحكي عن برامج لان كلهم خاصهم بالام بي سي. تمام. انطلق. لا حكيونا ذا فويس اول شيء، كان عمري 17 سنه وما فتت لانه كنت عارف انه ما في اوصل لمرحله حلوه لانه كان بعدني عم بيبلغ صوتي، فقررت انه ما اخذ هالستيب وانسى الموضوع. وبعد اربع سنين اجتني اوبورتونيتي بولفار المواهب ودغري ما قلت لا، يعني دغري قلت ما فكرت مرتين. شو اكثر شيء شدك ببولفارد المواهب؟ وقت قالوا لي رياليتي شو ما خفت؟ وقت قالوا لي رياليتي شو دغري قلت ايه، لانه كتير بحب رياليتي شو ويعني دغري فكرت انه العالم رح تحفظني اكتر غير انه فوت على برنامج وغني بس واظهر. عرفتي كيف؟ ما خفت من الكاميرا عليك؟ هلا ماني معود بحياتي كل الوقت مع ناس من جنسيات مختلفة، بلدان مختلفة، من يعني باك جراوند مختلف، ما خفت؟ نحنا ما كنا بنعرف شيء عن البرنامج، نحن انا عرفت اني قبلت وعرفت عن شو بيحكي البرنامج بس وصلت على السعوديه. يعني ما كنا بنعرف التفاصيل شي. عرفتها لما رحت ولا شيء، ما بعرف اي جنسيات، ما بعرف انه في كذا في كذا شخص من كذا بلد. بس عرفت انه رياليتي شو ومنغني فيه. حلو. هونيك عرفت وصلنا على السعوديه. وصلنا على السعوديه وعرفت الديتيلز وانبسطت اكثر، وانه ما في احلى من انه كل ما تروحي على بلد صار عندك حدا بتعرفيه هونيك. يعني اذا بروح على مصر في عالم بعرفها وصارت مثل عائلتي، تونس، السعودية، يعني كل البلاد. وعشت 8 شهور بالسعودية. نعم. رح نطلع فاصل غنائي نسمع مع بعضنا روبي نمتي ننا ونرجع بدي تفاصيل التفاصيل. أنا نهى تفاصيل. ورجعنا لكم مستمعينا مكملين مع بعضنا على هوا البانوراما صوت وصورة عبر تطبيق ام بي سي مود وشاهد ومنصة شاهد. طبعا معنا نجم بولفارد المواهب فادي فتال، وكنا قبل الفاصل بدينا نحكي على تجربتك ووصولك للسعودية. وصلت للسعودية ودخلت في البرنامج ولقيت كل الناس. احكي لي على التجربة، كيف كانت تجربتك من لما وصلت؟ يعني كيف كانت اهتمام الأساتذة، زملائك؟ يعني هلا اللي كنا عم نشوفه على التلفزيون 100% صحيح انه هاي الصحبة هاي الروح الحلوة بيناتكم؟ يعني اذا بدي خبرك انه اكثر من صحبة، صرنا اخوة. وانا كنت مصر انه من بعد ما نخلص ونطلع من برنامج رح نضل اصحاب. ومرقت سنه على قد على بولفار المواهب وبعدنا بنحكي مع بعض وبعدنا بنشوف بعض وبنسافر لعند بعض، فهذا شيء كتير حلو. مين اكثر مواهب زملاء قعدت معاهم اصحاب؟ هلا اكيد في عالم اقرب من عالم بس كلهم بحبهم، بس انه العالم كلها بتعرف انه في بدر، زينب، بسمة، عزيز، وسالم، اكثر، ونور. ونور اكيد اكثر عالم قرب لها. دهبيز يعني لان اجوا مأخر بس انه بحبهم كتير اكيد، بس انه ما كان فيها الكونكشن بيناتنا. جوري وهيثم كمان شوي بعاد لان ما بنقدر نسافر لعندهم، فلا كلهم بحبهم. حلو. وشفناك سافرت لمصر اخر مره. ايه شو كيف، احكي لنا على مصر، سفرت مصر. رحت شفت بسمة وزينب. كانت اكسبيرينس كتير حلوه، مصر بلد بعقد. ويلا قريبا على تونس. قريبا جدا على تونس. طيب احكي لي انا لسه بسفرت مصر سمعت انه صار شيء بمصر. شو صار؟ ما بعرف، انت خبر. انت خبريني. هلا ما بعرف، انا فيني ما انا ما رح اخبر شيء، انا نطرتك انت تخبرني. قالوا لي اسالي على سفره مصر فبسالك على سفره مصر. ايه كانت سفره كتير حلوه. كتير. وشفت الصور، الاهرامات الاهرامات والحنطور تعلمت تحكي يعني. مصري؟ لا مش كتير. ثواني التفكير ما عجبونيش هذول. ما كتير يعني بس نسيتهم كلهم هلا على الهوا.
ما بعرف ولا كلمة شو ما رح تغني مصري؟ يا لهوي مثلا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لطيف طيب مين من الأساتذة اللي لسيتك على اتصال معهم وعلاقتك حلوة به أو بيها ما بعرف؟ حمدي بدر أنا حكيته كرمال شوفه بمصر بس ثاقبت أنه كان بلبنان فما قدرت شوفه. وحسن طالب أنا عايش بالإمارات فأنا وياه جيران. تحية كبيرة لي طبعا عراب كل المواهب هو عم شوفه دايما مع كل المواهب بجنة. ما في أحسن من قلبه يعني ما في أطيب من قلبه. هلا أنت دراستك الأكاديمية هندسة أرشيتكت يس شو جابك على الغناء؟ خلينا نرجع بالزمن إلى الوراء هلا وخذ راحتك على فكرة ما تستعجل احكينا احنا عايزين التفاصيل عايز التفاصيل ايه وفي كم من سؤال من السوشيال ميديا في العالم هكذبوا لي أسئلة حابة أسألهم لك شوية شخصية بس آخر حاجة راح أسألك أوكي. أنا قلت لك أنه درست هندسة وتخرجت وعساس كنت رايحة أمريكا كامل ماسترز هيدا كان البلان يعني من سنة أيه؟ فبس حكيونا من بولفار المواهب تغيرت حياتي 360 درجة وكنت شايل فن كومبليتلي من راسي خلص قلت ما عم تجيني الفرصة من عمري 20 ل 23 ما اجتني ولا فرصة قلت خلص خليه انسى الموضوع. لا بس امتى انت اكتشفت انه انت صوتك حلو وبتغني؟ هلا انا بغني من انا وصغير بس انه ماني محترفة وكنت هيك اتسلى يعني بيني بين عائلتي ايوه عائلتك شو كانت ردة فعلها؟ شجعوك؟ كانوا عم يدعموك؟ اكيد اكيد كانوا يشجعوني بس ما كانوا يشجعوني فوت على الفن يعني لانه بيعرفوا قدي صعب هالطريق وقدي فيه صعوبات فيه تحدي بس تحديت حالي. طيب كيف خلوك انه كيف سمحوا لك انك تترك امريكا والروحة على امريكا وتروح تشارك ببرنامج هوات اللي هو بولفارد المواهب؟ ما انت بتعرفي وبرنامج جديد يعني شيء جديد مش حتى عارفين هو شو البرنامج بالضبط كيف سمحوا لك؟ انه صار في مشاكل اكيد يعني ما مش من اول مرة اقتنعوا. احكي لي انا بحب التفاصيل بقول لك انا حابة التفاصيل احكي لي شو اللي صار رحت خبرت بيك او هيدا اوكي خبرته قال لي لا بدك تكمل دراسة لان شهادة مهمة ومعه حق اكيد الانسان اللي ما عنده شهادة ما عنده سلاح بايده صحيح فقلت له انا تخرجت من جامعة وعندي شهادتي الماسترز فيها تنطر ما بخسر شيء خليه يروح شوف لوين رايح بركة فتح لي بواب اول شيء ما كان مقتنع بعدين شوي شوي صرت اقنعه. قديش الفترة الزمنية؟ قديش؟ حظي الحلو كنا مسافرين اعتبري سبتمبر 25 تأجلت السفرة شي 15 يوم فبهال 15 يوم قدرت اقنعه. عم تنق كل يوم؟ كل يوم لحديت ما وافق؟ آخر شي وافق وهو بيعرف انه انا بدي هالشي فما وقف بوجهي. ولما راح كيف كانت ردة فعلهم وتفاعل عائلتك واصحابك بعد ما شافوك على التي في هو اول برايم وقت شافوني انه كبر قلبه اكيد ودق لي قال لي منيح اللي رحت وكمل وصل للفاينل كل هالاخبار وصاروا عم يشجعوك وشوفوا ابني فنان مبسوط ايه اكيد اكيد كل عائلتي مبسوطة فيه وانا مبسوط لوين وصلت. وهلا بدك تركز بالفن ولا هلا انا بعتقد العالم كلها بتعرف انه انا بالامارات وبشتغل يعني مش اي شغلك حياتي. الرسمي او الاساسي بال بال بالهندسه صح ايه فانه اكيد ما بتوقف حياتي بس على الفن هلا لانه بعدني مقلع يعني بعدني لسانك صغير ايه بعدني عم بختر خطوه تتوصلني على الخطوه الكبيره يعني فاكيد ما رح اوقف شغلي بس لقي حالي انه صرت فولي ديديكيتد بالغنى اكيد بوقف شغلي حلو. بس انه هلا لا مبسوط بدي اعبي وقتي. هلا بنعتبر انه بولفارد المواهب كان نقطه تحول بحياتك في شغله ثانيه كمان هي نقطه تحول بحياتك بعد ما نسمع نانسي عجرم راح ارجع ما راح اقول لك تحت الهوا شو راح اسالك هيك راح اخليك هيك رجعنا لكم مستمعينا مكملين ما بعدنا على هوا البانوراما تحذرونا تشوفونا صوت وصوره اليوم مش لحالي بالاستوديو معي النجم فادي فتال من بولفارد المواهب. إذا قلت بحبك احكي لي وقول لهم ليش عم تضحك عادي أنا ما بخبي شيء على مستمعيني. أنت خبريهم يلا خبريهم الحقيقة. أما أنا اللي عم بعمل انترفيو مش أنت على فكرة. هيك صار إيه هيك صار. إذا قلت بحبك أو إذا قلت بحبك هلا شوفوا كنا تحت الهوا أنا أول شيء قلت إذا قلت بحبك فهو قال لي أوعي نحن على الهوا تقولي إذا قلت بحبك الأغنية اسمها إذا قلت بحبك وعد لي الجملة 10 مرات اوعي تقولي على الهواء إذا قلت بحبك والله كنت رح أمزح معك وأطلع أقول إذا قلت بحبك بس هي إذا قلت
احكي لنا عليها. هي طبعا اغنيتك اللي تخرجت منها من بولفارد المواهب اذا فينا نقول عليها. صح. احكي لنا عليها الاغنيه البيبي الاول لإلك هيدي. يعني كانت اكسبيرينس كثير حلوه انه نقيتها الغنيه و يعني حبيتها كثير مشان هيك نقيتها وحسيت انه رح تضرب. هلا الستايل اللي رحت فيه شوي غريب ما بيشبهني لانه بغني قصص رايقه انا بالعاده وتحدد حالي وغنيتها وحبيتها. واثر عليك حدا ولا انت اللي نقيتها لحالك؟ لا انا نقيتها لحالي لانه عرفت انه هلا الستايل الاغاني اللي بتحبها العالم تكون شوي بترقص يعني تكون شوي فيها بيت. فما ترددت. شو اسمها الاغنيه؟ اذا قلت بحبك خربت فيها. ما بصدق. رح نسمعها مع بعض. رح نسمعها مع بعض. مع بعضنا مستمعينا مع موهبة من مواهب بولفارد المواهب فادي فتال. حلوة الأغنية وصوتك وأنت بتحكي مختلف تماما على صوتك بالأغاني. إيه 100% طبيعي. إيه كتير حلوة. الستايل حلو. صحة. ميرسي. إيه بدي اسالك السؤال اللي من شوي قلت لك رح اسالك سؤال. في شيء ثاني غير لك ما بعرف بدي اقول غير لك حياتك؟ انا كيف قصدك بالبرنامج يعني؟ لا مش بالبرنامج. في شيء عملته انت بشكلك غير لك نفسيتك او اثر لك على برشا حاجات؟ على برشا على كثير حاجات. على الكثير. شعراتي يعني؟ ايوه قصه شعراتك. في قصه مهضومه عن شعراتك بدنا نعرفها. أنا كنت إنسان بمشي شعراتي كل يوم الصبح يعني كانوا كتير طوال ووصلت على البرنامج شعراتي كتير طوال. ايه فالمخرج قريب فهد وقت عملت الفيديو كليب تبعي قرر إنه يقرع لي شعراتي كلهم وكان بده يصبغ لي إياهم خضر كمان. يقرع لك شعراتك يعني يشيل لك يعني شعرك تماما يحلق لي شعراتي على الآخر على الزيرو. فبس قال لي هالفكرة قلت له أكيد لا لأنه في ريبورتاج بالبروجرام قالوا لنا نحكي عن حالنا شو بنحب اكثر شيء. قلت بحب شعراتي. اكثر شيء بتحبه بحالك شعراتك؟ ايه. فبس قال لي بدي اقرع بدي اشيل شعراتي على الاخر. قلت له اكيد لا. وبس قال لي بده يصيروا خضر بالفيديو كليب هون كنت رح انسحب من البرنامج يعني. ايه فاتفقنا انه بس شيل شعراتي على السفل بلا لهيدا وبس شلتهم. انه تفاجأت من شكلي وما توقعت. كيف رضيت؟ زعلت؟ حزنت؟ انا عني بالفيديو كليب انه لان هي الفكره لازم يكون شكله شيء يرجع شيء تاني لانه الغنيه شوي انه عم بسرق مصاري بالفيديو كليب فبده يتغير شكله تما يعرفوني. اي كانك رح تتنكر. اي سو كانه عم غير شكله. فبس شلت شعراتي على الاخر استغربت حالي وما حبيت حالي لشي 7 ايام وضليت حاطت الشابو تاخر شيء طلعت على البرايم ممكن شعراتي على الصفر والعالم كله قالت لي انه احلى بكتير. بس قالت لي احلى بكتير اقتنعت يعني حطيت برسنتج كان 90% انه احلى 10% شعراتي طوال احلى. سو من وقتها ضليت عم خففهم وهلا شعراتي قصار يعتبروا شعرك يعني. قصير. اي وهلا اعتمدت الشعر القصير؟ ايه خلص ما راح تطول شعرك مره ثانيه؟ لا ابدا ابدا لانه بس شوف صوري من قبل. ايه بقول كيف كان شعراتي هيك حلو. فبدي اتشكره كثير لإلي فهد غير لك منظورك. قبل ما تقص شعرك قديش ضليت وقت تطول شعرك؟ انا مش قصدي طوله يعني طويل وقربت شعراتي. كان في فوليوم كان كثير يعني كان طويل ما كان قصير يعني كان بيتمشط كثير منيح وكنت مشته. فبس كنت مشته كانوا يقولوا لي اهلي انه ما تمشط شعراتك مش حلوين. هلا صرت صدقهم. انت هلا صدقتك. باهي مبروك. مش مثلك. مش مثلك. مش مثلك ابدا. مش مثلي. مش مثلي. من اسبوع طبعا نزلت اغنيه مش مثلك. احكي لنا الحان كلمات كيف نقيتها مين ساعدك فيها؟ هيدي الغنيه يعني غرام مغروم فيها الغنيه. من اول ما سمعت اول كلمه حبيت من بعدك بنت جديده. بس سمعت هالجمله قلت هيدي هي. و اكيد بمساعده مدير اعمالي شار مرهج بس معناها انا وياه قال لي انه كثير حلوه وشجعني عليها فما ترددت ودغري قلت ايه. هلا الملحن والكاتب يعني صديق وخي عزيز على قلبي جدا يعني انا وياه عن جد اعز يعني اكثر من رفقه. كل يوم انا وياه بنحكي على التليفون. بدي واجه تحيه لنبيل خوري وبدي اقول له انه عن جد ميرسي كثير انك اعطيتني هالغنيه لانه عن جد
يعني بالنسبة لي فتحت لي بويب أكتر من قبل. وما بدي أنسى أقول له مرسي لسليمان دميان اللي هو الموزع، وبدي أقول مرسي لألي فهد اللي هو المخرج تبع الفيديو كليب اللي كمان غرمت فيه. وأكيد ما بدنا ننسى بلاتينوم ريكوردز على المجهود اللي عملوه، نادين تراباي، شار مرهج، وأحمد طحان، ومع مين كمان بس، وكل عائلة الام بي سي والبانوراما وكلنا. لا بالعكس، نحن البنايه كلها هم كتير بيحبوك وبيعزوك وهيك مأمنين فيك، فأكيد النتيجة بتكون حلوة. شو رأيك نسمعها مع بعض؟ يلا. مش مثلك. مكملين مع بعضنا بسواجا تايم، معنا فادي فتال. فادي، الأغنية مش مثلك وكلها حب وغرام ومشاعر، وأنا اخترت سؤال من أسئلة فاتحة التليفون والأسئلة اللي بعتوهم للفانز متاعك. واحدة من الفانز عم تسأل، بدنا نسأل فادي فتال عم بيعيش قصة حب وشو مواصفات فتاة أحلامه؟ وما رح أكمل بس هذا البارت. تفضل. شو مواصفات فتاة أحلامي؟ لا سوري منك، ما كان هيدا السؤال، ما كان هيدا السؤال. لحظة رح عيد لك السؤال. هل فادي فتال عم بيعيش قصة حب وشو مواصفات فتاة أحلامك؟ سؤال محرج. أبدا مش محرج، سؤال عادي. هذا أخف سؤال. في كتير ما بعرف، ما منقيت حدا معين يعني. هلا مش عايشي عايش الوحدة. رح أعزف لك هيدي الكمانجة، صوت الكمانجة الحزين. وصدقنيك صدقنيك أنه مش عم بتعيش قصة حب. طيب تمام، ماشي، جاوب على السؤال تاني. أحسن مواصفات فتاة أحلامك. بحبها تكون مسؤولة أكيد، وتكون بتعرف شو عم تعمل بالحياة، وتكون ذكية مثلي. الله، هلا ومتواضعة مثلك كمان. ومتواضعة كتير مثلك. ايه اكيد الواحد بده يكون يعني وشكليا يعني بتحب الشقرة، بتحب الشعر اسود. حسب يعني، انا بحب السمر اكتر، بس انه اذا اجيت بنت شقرة وعجبتني تعمل تان، تروح تعمل برونزاج. لا بالعكس، اصلا الدنيا مش كلها بالشكل. لا انت من مواصفات يا سلام. ايه بس انه يعني اعتبري اكيد 50% جمال، بس انه في 50% كمان التفكير، بيوتي اند برين. اذا ما بتفكر صح ما لازم. الله الله الله. برافو برافو برافو. والله عيد ميلاده من 3 ايام يا جماعه، هابي بيرثدي، ينعاد عليك بالصحه والخير. شكرا. وشفنا على السوشيال ميديا الهدايا شنو جوك هدايا؟ احكي انا بدي اقلك شغله. انا تسألين شو اكتسبت من هالبرنامج؟ اكتسبت عائلة كتير كبيرة، الفانز بتاعي. ما بقدر اسميهم فانز لأنه عن جد بحكيهم كل يوم، و يعني ما في أطيب من قلبهم، وعن جد عائلتي كبيرة يعني، كعالم تدعمني كتير كتار. وبدي أوجه لهم تحية، وعملوا لي العمايل عايدة يعني، ما تركوا شيء ما عملوه. طيب أنا عايزة عاملة عاملة من العمايل. بيتي كان كله بالونز مع فلاورز واطيب شوكليتس عندي، وفي هدايا هلا على الطريق. مثلا اليوم هلا بعتقد ناطرني هديه. شو اهدم هديه وصلتك؟ مش ضروري تكون غاليه، شيء مهدوم بالعكس يعني. بالعكس، مثلا في شيء وصلني على عيده فيديو 9 دقائق عم بعيدوني اقرب الاشخاص لقلبي، وهذا شيء تاثرت فيه انه قد ايه بسيط بس قد ايه غالي بذات الوقت. حلو، ينعاد عليك بالصحة والخير، وإن شاء الله كل عيد ميلاد وأنت بألف خير وأعمالك دايما أحلى وأحلى. سؤالي الأخير رح يكون عن التمثيل والأعمال الدرامية، بما أنه شفناك بالفيديو كليبات، هل تفكر أنك تدخل تجربة التمثيل؟ هل بيهمك ولا لا؟ أنه بقدر مثل يعني. أول ما فتت على البرنامج كنت كتير هيك مثل البلاطة، كنت نصفها مزبوط، ما كنت أعرف أتصرف على الكاميرا. فبعد شهر بطلت أسكت، وبطلت يعني صرت أنا عبي الهواء إذا بدك يعني، فيهم يحطوني 3 ساعات وما أسكت وضل عم ضحك العالم. وبس مثلت بالفيديو كليب تبعي عرفت أنه عندي قدرات تمثيلية مستقبل، ومثلت مع بسمة كمان الفيديو كليب، كمان قدرت ألعب دور تاني، فإيه مش غلط تمثيل. حلو. طيب آخر كلمة لليوم، نصيحة لكل المواهب الشابة اللي حابة تدخل برامج المواهب، واللي كثير ناس بتقول لا احنا ما رح نوصل لشي. أنا أول واحد كنت أقول هيك شي. أيوة احكي لنا.
قايلها كذا مرة انه ما حدا يستسلم، ما حدا يوقف حلمه، ما حدا بيعرف اي متى بتجي الفرصة، يعني يضل عم يشتغل على حاله لبين ما تجي الفرصة. انا غلطت انه انا يعني بقول علنا انه انا مش دارس موسيقى، يعني انا ماني مرن، انا ماني مرن صوتي ولا فايت عامل كونسرفاتوار ولا فوكاليز ولا شيء. بعتقد انه لو كنت دارس وما يعني يعني فكرت فيها انا وقلت انه خلص رح ما رح ادرس على الفاضي، ما رح تجيني الفرصه، لو غيرت رايي بوقتها بعتقد انه انا كنت رح كون متمكن اكثر من هلا. بس انه ما في شيء اتس نوت تو ليت، يعني رح بلش هلا، كل شيء بوقته حلو كمان. ايه اكيد كل شيء بوقته حلو، يعني انا هلا صارت معي هالفرصه بوقتها، بعتقد قبل انه ما كانت بوقتها اكيد. ايه فانه ما حدا يستسلم وما حدا بيعرف متى بتجي الفرصه وبتنقلب حياته فوقاني تحتاني. مين بيقول اصلا كنت رح يصير بالامارات؟ صحيح. مين بيقول انه كنت رح يصير هون؟ ومين بيقول انه رح يكون عندي غنيه تانية؟ مين بيقول كنت رح اكون مع الام بي سي؟ مين بيقول انك كنت رح يعني تعمل لقاء معي اليوم مثلا؟ مثلا مين كان بيقول؟ مزبوط. مبسوطين فيك كثير بالتوفيق بكل شيء، وناطرين نشوفك بعمل درامي صراحه ان شاء الله. هذا عم نسمع تشارلز كمان هون موجود انه يشتغل على الموضوع، ليش لا؟ يوسف زين الدين من منصة شاهد كمان موجود يتوصلنا بيك بمنصة شاهد، فخلص اليوم تمام. يعني خلي لك كلمة الختام حتى نختمه اللقاء اليوم. شو بدي اقول لك؟ ميرسي كثير. مش انا شو بدي تقول لي، انت شو بدك تقول مش انا. ميرسي على الاستضافة الحلوة، خليت العالم تعرفني اكثر، وان شاء الله كل ما اعمل غنيه نطلع انا وياك سوا اكيد. وبدنا نقول لهم انه ما ينسوا يحضروني اليوم على ام بي سي ترندينج. ايوه لايف. لايف على الساعه 12 بالليل بالامارات، توقيت الامارات. وبعد لهم شغله كمان باي ذا واي، ما تنسى شو جوي اووردز. ايه صح، ترشحت على جوي اووردز، وبدي اقول لهم انه يصوتوا لي اذا بدهم يشوفوني. كيف فيهم يصوتوا لك؟ بدون ينزلوا ابلكيشن جوي اووردز وبدون يفوتوا على بعتقد نيو سينجرز اذا الكاتيجوري هلا بتاكد منها، وفي اسمي فادي فتال، بفوتوا بيعملوا نومينيت. كل ايميل بخليهم يعملوا فوت مره واحده، فما يقصروا بهالموضوع، ما حدا بيعرف لوين بنوصل ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا كثير لك فادي. شكرا لك. مستمعينا نحن هيك نكون وصلنا لنهايه الساعه الاولى من سواقة تايم، خليكم على الاستماع، راجعين بعد شوي مع يوسف زين الدين من منصه شاهد.